معكم هذه التغطية المباشرة على مدار اليوم، بدأناها معكم منذ الصباح منذ انطلاق أعمال القمة العالمية للحكومات، وبتنا نغطي تلك المواضيع الجديدة التي تم إضافتها هذا العام. أيضا اليوم ما زال مليء وحافل بالأحداث، سيكون هناك أيضا جلسة حوارية تحت عنوان استئناف الحضارة، ستكون للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المشاريع والمنصات الجديدة اليوم ستكون هنا حاضرة من ضمن أجندة العمل في القمة العالمية للحكومات. أيضا لا يخلو المكان من القادة والمؤثرين بكل تأكيد، ودائما الجمعيات والمنظمات العالمية بما فيها الأمم المتحدة وأيضا اليونسكو والكثير أيضا من المنظمات الحقوقية والإنسانية أيضا تتواجد بممثليها هنا بالقمة العالمية للحكومات. تنضم إلي أكثر للحديث والتوسع لربما في التحديات التي تواجهها هذه المنظمات في ظل الثورة الرقمية هنا معنا في استوديو سكاي نيوز عربية من القمة العالمية للحكومات السيدة إيرينا بوكوفا المدير العام لمنظمة اليونسكو. أهلا بك معنا سيدة إيرينا في سكاي نيوز عربية مرة جديدة. اليوم لربما يعني تعيشون الكثير من التحديات في ظل هذه الثورة الرقمية الجديدة، وهذا أحد المحاور الذي سنبحثه معك بعد قليل، ولكن اليوم أهمية هذه المنصة بالنسبة لكم؟ هذه القمة العالمية للحكومات تعتبر منصة واسعة للالتقاء بين الحكومات والقطاع الخاص، شركات التكنولوجيا الأكاديمية، التعليم والمنظمات الدولية. بالنسبة لنا التكنولوجيات الجديدة والثورة التكنولوجية تعتبر فرصة رائعة جدا، سوف ننظر إليها أولا من وجهة نظر الفرص، فرصة للوصول إلى الأشخاص المهمشين اجتماعيا لأسباب عديدة، أيضا بالإضافة إلى تحسين التعليم، تحسين جودة التعليم للصغار وإعدادهم لعالم الأعمال، للمهارات، للوظائف، وأيضا الأمر يتعلق بالاكتشافات العلمية. فنحن المنظمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، ونعمل على ذلك وعلى التشارك والتواصل عبر الإنترنت، بالإضافة إلى التنوع الثقافي بما في ذلك على الإنترنت. من خلال هذا المنظار، إن نظرنا من خلال هذا المنظار فإن الفرص هائلة، لكن في الوقت عينه نعلم أننا ولو لم نقم بردم الهوة الرقمية حسب ما هي معروفة لتقديم الإنترنت لمن هو غير قادر على الوصول إليه، فإن هذه الهوة سوف تتسع تصبح أكبر، سوف يكون هناك مشاكل أكثر. لذا نحن نركز على مستويين، أول مستوى استخدام تكنولوجيات الجديدة لتعزيز التربية والعلوم والثقافة بالإضافة إلى الوظائف للجميع، ومن جهة أخرى أو على مستوى آخر ننظر في تقديم هذه الأمور كلها للأشخاص المحرومين منها، وهم 3 مليار شخص تقريبا لا يحصلون على أو ليس لديهم القدرة على الوصول إلى الإنترنت، وهذا من بين المشاكل الكبرى والتحديات الكبرى التي نواجهها. ولذا قمنا بتشكيل وحدة خاصة للعناية بهذا الموضوع تشمل كثير من المؤسسات التكنولوجية والحكومات والمنظمات غير الحكومية من أجل تعزيز التواصل عبر الإنترنت من جهة، وردم الهوة الرقمية، ولكن في الوقت عينه جعلها موجودة ومتاحة للاستخدام لرأبئة الصداع الاجتماعية والتواصل الاجتماعي. و40% من النساء لديهم قدرة أقل على الوصول إلى الإنترنت، عدد النساء اللواتي يصلن إلى الإنترنت عددهم أقل ب40% من الرجال، وهنا سوف نتحدث عن تحديات. هذا ما ستستعرضينه أيضا غدا في جلستك الحوارية. نعم، سوف أتحدث عن هذا الموضوع، عن هذه الفرص. سوف أتحدث أيضا وسوف أدعو لاستثمارات هائلة في التعليم، ليس في أي نوع من التعليم ولكن في تعليم المهارات تحديدا. كذلك سوف نتحدث عن كيفية رأب الصدع وردم الهوة بين التعليم والحياة. نحن نعلم أن الاقتصاد يتطور، الاقتصاد يتغير، كيف
نعد الأشخاص الشباب اللي تولي هذا النوع من الوظائف الجديدة في ظل هذا الاقتصاد الجديد الذي نتحول إليه. أيضا سوف أتحدث عن التعليم، التعليم من أجل السلام، والتعليم أيضا كيف يقوم بتعزيز التفكير التفسيري، وأيضا سوف أتحدث عن التنوع والثقافة وعن الاحترام المتبادل للهويات، وأيضا سوف نتحدث عن الانخراط المجتمعي. ولكن كل هذا يقع أمامه الكثير من التحديات، تحديات إتاحة المعلومات الرقمية، تحديات الثورة الرقمية الجديدة أمام عمل المنظمات اليوم في المنطقة، بالإضافة إلى تعاظم لربما دوركم الآن في محاربة الإرهاب. هل يتنامى هذا الدور الآن؟ إلى أي مدى يتنامى دور منظمتكم تحديدا، دور اليونسكو سيدة إيرينا، في محاربة الإرهاب والتطرف الآن؟ كما تعلم دورنا بالغ الأهمية في هذه الأثناء، لأن ما يحصل في العالم على مستوى الإرهاب والتطرف العنيف الذي يؤثر على المجتمعات، فهؤلاء الإرهابيين يقومون بتدمير الثقافات والإرث الثقافي والتنوع الاجتماعي، يريدون نشر الكراهية، ورسالة مفادها بأننا معا لا يمكن أن نتواجد. وهنا يأتي دور منظمة اليونسكو. نحن بالطبع بحاجة لأن يكون لدينا قوة لمواجهة هؤلاء المتطرفين في بعض مناطق العالم، ولكن من دون القوة الطفيفة، من دون دور التعليم في تفادي تنمية هؤلاء الإرهابيين من وصول الإرهاب إلى مقاعد الدراسة، من دون تربية المجتمع، من دون هذا الموضوع على المدى البعيد لا يمكننا أن نواجه التطرف. لا أعتقد أن الإرهابيين يولدون متطرفين، أعتقد أن الإرهابيين والمتطرفين يتم تضليلهم وجذبهم إلى أفكار خاطئة ومتطرفة، وهنا يأتي دور التعليم. وقد أطلقنا منصة بالغة الأهمية لمواجهة التطرف من خلال التعليم، وقمنا بنشر أول دليل للمعلمين، وننظر في كيفية تعديل المناهج الدراسية التي من شأنها أن تعزز التعليم والتربية على احترام الثقافات الأخرى والتعددية والإرث الثقافي للجميع. برأيي أهم طريقة للتواصل بين الثقافات هو لائحتنا للإرث الثقافي الذي نقوم بحمايته من الدمار، من تدمير طبعا قيمته، لأنه مثلا إن كان هناك تدمير لأي مسجد، لأي معبد في أي مكان في العالم، فهذا يسيء لنا جميعا من أينما كنا ومن أي خلفية كنا. علينا أن ندافع على إرثنا الثقافي المشترك ضد هذا الإرهاب وهذه الإيديولوجية المتطرفة. إذن دور اليونسكو في مواجهة هذا الإرهاب بالغ الأهمية، ويجب أن نعمل على هذا الموضوع. عملنا أيضا مع مجلس الأمن على موضوع آخر بالغ الأهمية، وهو تهريب التحف والتي تعتبر مردودا كبيرا لهؤلاء الإرهابيين الذين يهربون القطع الأثرية ويستخدمون العائدات المالية بالفعل تعزيز قوتهم. فلننظر إلى الأيزيديين الذين مثلا قاموا بسرقتهم ونهبهم، ويريدون تدميرهم وإبادتهم كي ننسى أنهم كانوا موجودين. إذن يستخدمون هذه العائدات المالية ليقوموا بدحر أو إخفاء الكثير من المعالم الثقافية، بالتالي هذا الدور مهم جدا. يعني سيدة إيرينا لم تترك لي مجال لأتوسع أكثر في محاور كثيرة، شكرا على هذه الاستفاضة إيرينا بوكوفا المدير العام لمنظمة اليونسكو العالمية.